احنا اليوم معتصمين وما نميل من هذا المكان. شبابنا كلها معتصمه وكلها عايفه دوامها وكلها عايفه بيوتها وقاعده هنا عندنا. ما يروحون لا منا ولا منا، وهاي احنا هنا صار لنا من يوم 25 لحتى هذا يوم الله. طقونا بالعتاد الحي وطقونا مسير الدموع، والمسير الدموع ما ادري من يا جهه جايبينه. زين ايراني، وصورنا المنهج مالهم. منين هذا؟ الميناء كاظين الاحزاب وكاظين فلان وفلان وفلان، ونعرف بحق المعرفه، فذول نعرف بحق المعرفه خلي يطلعون، ترى ايامهم قربت، الله شاهد قربت، لان العالم ثارت، البصره ثارت، بعد ما يكظونها، خافوا عنده بندقيه يرميهم، هم يجون بعلم يرمون، جماعتنا بعلم يرمون، وهم يرمون ببندقيه، برخصك، بس برخصك، المظاهره حق بالدستور لا؟ اكو حق بالدستور لا؟ مظاهره؟ اكو؟ ليش تطقني بطلقه؟ ليش تطقني بطلقه؟ مو اكو حق، انت كاتبه اكو حق للمتظاهر، اذا ضاع حقك اطلع بالساحه الظهر. ليش تطقني بالطلقه؟ ليش تطقني مسيل الدموع؟ ليش تحط علي ناس ايرانيين يجون يرموني؟ شيوخ عشائرنا الابطال جزاهم الله خير الجزاء، مو كلهم، مو كلهم من ربيعه، وانت جاي والجماعه ونعرفهم حق المعرفه السيد بل... ما انا احدث، رحتوا له ليش تفاهمتوا ياه؟ قال 15 مليون جاء من امناكم من المظاهرين، الله شاهد ورسوله. هسه بس وقفوا هنا، اقول لهم الشيوخ محتازين والشيوخ ويانا، الله شاهد ورسوله. حكايتي ناسيف على الجماعه يقدروني لان انا عمهم مو عدج، الله شاهد. اقول لهم تعالوا اعطونا كل واحد 15 مليون، ليش باعونا وباعوا قضيتنا؟ ليش؟ بس لا يذكرون ولا يفكرون الشيوخ، حطوا ال 15 بجوبهم وما لنا شغله بيهم. ما ممثلين، ممثلين ارواح المظاهرين قاعدين وما يطلعون منا على ما يتاخذ الحقوق مالتهم، الله شاهد ورسول. واحنا عمامهم وياهم، احنا عمامهم ذول واقفين الكبار الشياب كل احنا وياهم ويا هذول ويا هذول الاطفال منا على ما تقول لي ما اطلع. زين الله شاهد ورسول، من الساعه بالستة لحد الاربعة الصبح يلا روح للبيت. اولا نسال من البرلمانيين، اذا شعب كامل يقلهم ما اريدكم يا اخي، انتم فاسدين، نهبتونا انتم الاحزاب والبرلمانيين يا اخي، ما اريدكم. يعني شنو اللزقه هاي وشنو ال 45 يوم؟ ترى والله عيب، والله ملينا، والله عيب عليهم نقلهم 45 يوم. شنو يا المثل يا سمع ال 45 يوم؟ سمعتوها ابويا ال 45 يوم؟ قريتوها؟ صوتوا عليها؟ ابويا احنا ما نريدهم، اولا ما نريدهم، ما نريدهم، ما نريدهم شلعا. عم الثورة صارت بها دماء وصار الشهداء، اعطينا اكثر من 360 شهيد. 500 اكثر، انا قلت اكثر، تسمع حد هسه ذني ما حاسبهن، واكثر من 12000 يعني مصاب، واكثر من 10000 محتقل، ولحد الان البارحه بكيت على طفل عمره 16 سنه محتقلينه وعارضينه على التلفزيون. يعني الطفل بشرفك بيا وقت 16 سنه يحتقل بيا وقت؟ عم ما صارت والله العظيم، ما صايره بتاريخ العالم. عم ذولا لجونا جابوا لنا غازي وينكرها، يقول والله مو من عندنا، جهه ثالثه. زين انت دوله ما تدري بالجهه الثالثه تضرب المتظاهرين؟ يعني هالمهزلة هاي شنو؟ والله العظيم حكومة مهزلة وعيب عليهم، وخلي يطلعون قبل ما لا تحمد تاوى عليهم أكثر. بعد اليوم عندنا كفاءات وعندنا ناس مستعدة تحكم هذا البلد، ومستعدة تحكم حكم ذاك أحسن من أوروبا. كفتها هاي اللصوص، كفتها هاي الفاسدة، وصلوا إلى مرحلة انهيار. اصحاب حرب واصحاب مبدأ، من خرجنا من اول يوم عرفنا روحنا راح ننتصر، هم خلي ما يطلون ايش قد سنه، احنا باقين وياهم لان احنا اصحاب حرب وباقين. وراح اقول لها رساله، اذا ما اليوم غدا، اذا ما غدا بعد غد، لان احنا باقين جاي نعطي شهداء واصابات ومستعدين، والبصره قادمه على مرحله تصعيد، خلي يخلونها ببالهم. قطع طرق، أسئلة مدني، لا يقولون يعني ساكتة لأم وهدوء، لأن إحنا راح نتخذ قرارات جريئة بحق الحكومة قد ترحل. وراح أطرق على نقطة، شيوخ العشائر، شيوخ العشائر أنت رحت جد قلت لي؟
أنا متظاهر أنا بالساحة، أنت طلعت من بيتك ورحت، لا دور مصلحتك، طيب شف فلس ارجع ببيتك، أنت ما تمثلني ولا باشر. أهم إذا تغيرت الحكومة باكر ليش تطلع بالوجه الأسود أمام العالم؟ لأن أنت ما خدمت شعبك ولا خدمت جمهورك، عيب عليكم عيب، لأن أنتم مستوى هو حرامي، وأنتم هم لم تقول حرامية مثلك. هاي تحكيها وما خلاص انتم حراميه مثلك، واحنا باقين وعهد منا بروحنا نضحي من اجل العراق الى ما اليوم باكر. شكرا. الحكومة العراقية ولست هي بحكومة، هي زمرة وعصابة ومافيا تحاول أن تسوف المظاهرات وتكابر وتحاول أنه ترتهن على 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 الزمن، لأنه هذا الزمن للمتظاهرين سوف يتعبوا أو يكلوا أو يملوا، ولكن هذا الشعب العراقي البطل لن يستسلم ولن يستكين بعد هذه الدماء والتضحيات والجراحات وأنهار من الدماء، فيبقى صامدا وثابتا على المواقف وعلى أهدافه الحقيقية، بأن الحكومة لابد أن تزال وأن تقيل أو تستقال هذه الحكومة الفاشلة، لأن هذه الحكومة سلبت إرادة الشعب العراقي وضيعت الهوية العراقية، فعلى الشعب العراقي أن يبقى ثابتا على المبادئ برغم التضحيات وانهار الدماء والنعوش. سنبقى صامدين لغاية إزالة هذه الطغمة الفاسدة. هذه الحكومة تعتبر هذه السلطة هي بمثابة الخزينة أو بمثابة العملة الصعبة لها، فهذه الحكومة تحاول أن تلتزم وتتشبث بهذه السلطة وتعتبر هي الحاكمة ونحن المحكومة عليهم. هذه السلطة تحاول قدر الإمكان تتشبث بمصالحها وإرادتها الخارجية وأجنداتها الخارجية، تحقق هذه الإرادات ليس لمصلحة الشعب بقدر ما مصالح جيوبهم الخاصة، وهم عملاء لأجندات خارجية، وقد شهدت هذه الثوابت والشواهد بأنهم هؤلاء ليس برجال دولة بقدر ما هم قتلة وسفاحين، وهؤلاء مجرمين تماما، وبيننا وبينهم دماء. فالشعب العراقي لن يسكت وسوف يبقى الصامت لغاية التغيير الجذري والشامل والناجز بحق هؤلاء المجرمين، وسوف يسحل هذا الشعب، يسحلون هؤلاء المجرمين يوما ما، وهذا اليوم عما قريب إن شاء الله. بصراحة ربما هذه الحكومة الآن الفاقدة للشرعية والتي رفضها الشعب العراقي جملة وتفصيلا، أنا أقول لهم على ما تعولون؟ هل تقولون ألا من ناصر ينصرنا؟ لا مفسد غيركم، الشعب العراقي رفضكم، لماذا تماطلون ولماذا تسوفون؟ ولكن من هذا المكان أقول لكم لا رجعة لكم، وهذا الشعب رفضكم جملة وتفصيلا، لا تنفعكم أي جلسات وأي وثائق، وثائقكم عبارة عن وثيقة عار، وإصلاحاتكم إصلاحات بائسة لا تمت للشعب العراقي بصلة. أنتم مرفوضين وأنتم غير شرعيين ومرفوضين من قبل الجماهير العراقية جملة وتفصيلا. كل العراق بما في 10 محافظات منتفضة رفضتكم، هذا ما يعادل النصف زائد 2 قال لكم ارحلوا إنكم لا تصلحون. أه
ريد وطن، اترك لا تركب الموجة، البحر بحرنا ونعرف احنا شلون نفوجه، نطلع على اليابسة او نعدل العوجة. إرادة الشعب لن تنتهي والمظاهرات لا تقف ولا حد لها، لن تقف ولا حد لها، وإرادة الشعب لن تنتهي ولن تنثني مهما جلستوا على الكراسي، مهما جلستوا على الكراسي تتركوها. فاتركوا الشعب، فاتركوا الشعب بالسلمية، الشعب سلمي جاي يواجهكم سلميا، وانتوا تواجهونه بالرصاص والغازات السامة. طبعا الغازات السامة اكثر من 15 او 16 من الشباب انتهوا، اما يعني عاهات سرعتهم، عاهات. بالنسبة ما تسمى وثيقة الشرف التي وقعت من قبل الذين يدعون أنهم قادة العملية السياسية، هؤلاء هم من المؤسسين الأوائل للعملية السياسية الفاسدة التي من خلالها تم تشكيل التحالفات على أساس طائفي وعنصري وقومي. هؤلاء الذين وقعوا على وثيقة الشرف هم الذين نهبوا وسرقوا خيرات البلد. هؤلاء وقعوا على هذه الوثيقة ليس محبة ولمصلحة الشعب العراقي، بل لأجل المحافظة على عروشهم والاستمرار بسرقة ونهب خيرات هذه البلد. ولكن نحن نقول لهم من خلال توقيعكم هذه الوثيقة سوف نكون أكثر إصرارا وعزيمة على الاستمرار حتى قلعكم وجذوركم، ونقول لكم عودوا من حيث ما أتيتم، فلا مكان لكم في هذا العراق، فلا مكان للفاسدين في هذا العراق. هذا العراق الذي كان يوما ما يسمى من قبل أحد دول الجوار بأنه شرطي المنطقة، نعم لقد كان العراق سيد العرب، لقد كان العراق قبلة العرب. وبالنسبة للوفد الذي يدعوا أنهم شيوخ عشائر الوسط والجنوب، فنقول لهم من المعيب والخزي أن تصافح وتجالس وتحاور الذي قتل أبنائكم. هسه حتى بالأعراف العشائرية اللي هم نفسيتهم هاي شو عشائر سنوها، أن ذوي القاتل لا يتم إعطاؤه المهلة العطوة إلا بعد تسليم نفسه إلى القضاء ويتم محاسبته، ثم لا تكون هناك مصالحة إلا تأخذ الحقوق بالكامل. فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. المسألة الثانية هي مسألة وطن، احنا ما عندنا خلاف شخصي ويا رئيس الوزراء أو حكومة، فمسألة الوطن لا تحتاج لا إلى فتوى من رجل الدين ولا شيخ عشيرة. بالنسبة للحكومة الحالية المتواجدة في المنطقة الخضراء ومن قبل الأحزاب والميليشيات، مطالب المتظاهرين منذ سنين وليس هذه الأشهر، على الشعب اليوم أن يستمر في هذه المطالب. نحن اليوم نرفضهم رفضا قاطعا. هؤلاء أتوا على الدبابات الأمريكية، اليوم نحن نرفضكم رفضا قاطعا، انتخبناكم اليوم ما ردناكم. يا عادل عبد المهدي، يا المالكي، يا هادي العامري، يا غيرك من هاي الكتل والأحزاب أمنتنا الفاسدة التي عبثت في الأرض فسادا، نحن كشعب عراقي
ندين ونستنكر كل عمل إجرامي التي قامت به الحكومة التي تسمى الحكومة العراقية وما هم بعراقيين أصلاً. نحن شعب واعي ومثقف وندرك في هذه الأمور. المطالب التي طالبنا بها جاي مثل ما قلت لك جاي يسوفونها، يوعدوك وعد ولكن الوعد لا يوفون به، هم كذابين مراوغين نصب واحتيال منذ 2003 ولحد هذه اللحظة يماطلون ويسوفون بالمطالب. لا نعمم على الشيوخ، يلتقون فيه مع المسؤولين ولا يعرفون يتكلمون أو يجاوبوهم. عندما يقول عادل عبد المهدي في لقاء مع شيوخ العشائر يقول لهم الإيرادات النفطية لا تكفي، نعم لا تكفي بسبب السرقات التي تسرقوها من الشعب. أكو عندنا منافذ حدودية ومناطق سياحية واردات كثيرة في العراق، ليش ما تكفي يا سيادة رئيس الوزراء يا عادل عبد المهدي؟ نقول للطقمة الحاكمة ولكل سياسي مجرم ارتكب جريمة القتل والسلب والنهب، نحن باقون ومصرون على المطالب التي طالبنا سابقا وحاليا. شكرا لقناتكم وإذاعتكم الموقرة التي تنقل الحدث المباشر من ساحات الاعتصام والاحتجاج والتظاهر السلمي في محافظة البصرة العزيزة الفيحاء. لدينا رسالتين، الرسالة الأولى إلى الحكومة المركزية والاتحادية، نرفض بكل ما صدر من تسويف من مطالب المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين من قبل الحكومتين المركزية والاتحادية، أن الشعب أخرج كل ما لديه من قوة سلمية باتجاه وطنه وحبه وأرضه وشعبه. اليوم الجموع المليونية من بغداد إلى البصرة وفي كل المحافظات رفضت رفضا تاما وقطعيا بأن يكون هنالك استجواب من الحكومة لما طلبوه ومطالبة المتظاهرين في جميع المحافظات في إقالة الحكومة واستقالتها بأكملها. ليلك ما تنامه هسه البي اس زين وصار بي جام بس قلب العراقي الكسر جامه العمامه احترمها الفوق على الراس شرط كون اعرف ايش حدر العمامه بدمنا وما نفوت فرصه التغيير بدم الطاحه وناخذ حق الكل مظلوم اليوم بدم الطاحه وناخذ حق الكل مظلوم اليوم بدم الطاحه وناخذ حق الكل مظلوم اليوم بدم الطاحه حتى الراد حقه ورفع رايه وراح سلبوا منا روحه طلع من الظاهر حتى الراد حقه ورفع رايه وراح سلبوا منا روحه طلع من الظاهر اشعر بيك طف منين ما صديك اشعر بيك طف منين ما صديك وجروحك يتم العراق ايوه وامسح دموعك كافي دمعاتك تسيل حيلك تفرها شجالك يلترست الدنيا حيل كافي قاضيها التعثر قوم واتجع لولدك كاف اشوف انك عليل جيل هاي الثورة واعي واعي والنعم من عند جيل نص الالفينات هم تصرف نالك للحروب جيل هاي الثورة نفس القرد جيل سبون بوب جيل من تقله بالك بالك ثورة هاي تبدي دمك يجاوبك خيطب نطاب خلهم يفيضون دمي خلهم يفيضون دمي ولا عيش عمري رابخ دمي يتمشى على طول بهاي اشوف الروح كاشخ
وصلت للعظم والسيف بيهم حد. وترى شيعة علي ما تبايع ابن زياد، ترى نختار بصدق ونحشم ام زناد، ترى هيهات صحنا الظلم لين انعاد. هان زين شارب كل من، 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 يتحدى الثوار 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 زين شارب. من قلب كاكا حمى ولسان، كنت بالواد عايش هسه بالقمة، لأن شعبك اختارك نعم بس بالصوت، ما قدم دماء انطاك بالسم، شلك ملك العراق ونص من القارون، وعيشت الشمال بخير وبنعمة يا كاكا حمى. عدنا شكثر كاكات بس ما تنفتح كاكاتنا مجيب. بعد روحي يا شعراه وايد انتخبك نعم، بس عندي شرط وياك، اذا نفذت شرطي انتخب قايمتك، تقعد بالحواسم سنه بعز الصيف، مو وحدك تجيني تجيب عايلتك بعمامه علي وجلبابه من طبيت، ولهذا السبب دنقت ما شفتك، جدار البيت شلته وشلت حتى الباب، خاف تمر علي وتجيب لافتك، واخيرا صوت اريد تجيب صوت العام، ما ادري اريد شلون مشكلتك. هالمرة راجع صدق حتى اخذ بثاري، وانعى الأب كل جحا مارد لمسماري. هالمرة راجع صدق حتى اخذ بثاري، وانعى الأب كل جحا مارد لمسماري. يا ناس يا ناس، انا مضطهد من العمامة اللي اجت، وسابقا حزب البعث سمون الفراري، الساهون باقي النفط، التومان صيته صعب داسع لديناري. يا ناس، انا مضطهد من الاعمام اللي اجت، وسابقا حزب البعث سمون الفراري، الساهون باقي النفط، التومان صيته صعب داسع لديناري. والله لو ما الخجل جا وصفتهم، لكن حشر طاري. قبلك كان ما معصوم بس مسموم، كان ادغم نعم والقبلة كان افهم، بفنون اللغف واستاد بالفرهود، اظن مثل يا برهم انت ما ترحم، دخيلك دخيلك يا عراق من اللي يجي ويروح ويخلي الخزينة حلق بس سترم، دلوك الدروب شلون تحوي التين، دلوك دلوك الدروب شلون تحوي التين، لو خبروا على فرهودنا معلم، ولو كلكم شلع ما بيكم المهيوب، كوسر كاولي من كل جهة مثلم. تلاقى نروح وروحك مثل الماي ولاقى الماي، تلاقى نروح وروحك الماي ولاقى الماي، تلاقى نروح وروحك. ولي 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 ما هالدمعة وفوق
ظلم ينحطن بيارض ولا يتسمن عمعه بعل السنين الحمر يتجن العباس إيه كلهم وهابية أطلاب أطلاب ويا المنابر تدر الأطلاب وغم السيف شيف النام بقراب هاي الهوسة أوصلها لكل سيد والكل شيخ على منبر حسين لو هو صاحب دين وهاي ثورة الحسين وهذول كتلة الحسين ونفس قضية الحسين ما تقبل عدل ولا يصعد على المنبر وساوم الحسين بفلوس لا ما نريدها.